نشرت صحيفة لو فيغارو الفرنسية مقابلة مع المؤرخ الأمريكي جون باري، قال فيها أن الوباء في الولايات المتحدة مأساة، وأن الحكومة الأمريكية ارتكبت العديد من الأخطاء التي كلفتها 140 ألف حالة وفاة كان يمكن تجنبها. قال جون باري إن 99% من حالات الخروج عن السيطرة لتفشي الفيروس ناتجة عن تناقضات أو تخيلات أو معلومات مضللة من البيت الأبيض، حيث كان ينبغي على الحكومة الأمريكية أن تتخذ إجراءات مستمرة ومنسقة منذ البداية. وتبع باري يقول إنه بعد بداية تفشي المرض فشلت الولايات المتحدة في تنسيق تخصيص الموارد واعتماد السياسات على المستوى الفيدرالي، وأضاف أنه كان من الأجدر تجنب تسييس قضايا الصحة العامة وتكليف شخصية مسؤولة عن الصحة العامة مثل الدكتور أنتوني فاوتشي بالإعلان عن التدابير المعنية المختلفة بدلا من شخص يسيس كل شيء. علاوة على ذلك، قال المؤرخ الأمريكي إن إمكانية اتخاذ إجراءات ضد الوباء ما زالت قائمة، وهي سباق بين التدابير الوقائية والفيروس. وأشار إلى أن العديد من الولايات الجنوبية منها لويزيانا كانت لديها تحفظات على الارتداء الوجوبي للأقنعة في الماضي، لكنها عدلت عن موقفها الآن وبات ارتداء القناع فيها أمرا ضروريا للجميع. وختم جون باري بالتأكيد على أن الولايات المتحدة هدرت الكثير من الوقت وتكبدت خسارة ب 140 ألف حالة وفاة كان يمكن تجنبها إلى حد كبير، وهنا تكمن المأساة وفق تعبيره.